بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 13 اللي هي المايسوتوما ماديورافوت. المايسوتوما والماديورافوت هنتكلم عليها، ما هو تعريفها، ما هي الباثوجينيسيس، اللاب دياغنوسيس والتريتمنت. الماديورافوت ديفينيشن، هي سموها ماديورافوت لأنها في منطقة في الهند اسمها ماديورا، وكانوا اللي ساكنين في هذه المنطقة في الهند يصابوا بها فسموا الديزيز ماديورافوت. ديفينيشنز، هي عبارة عن كرونيك لوكالايزد سابيوريتيف انفكشن للسبكوتينيوس تيشو that caused by fungus or actinomyces اللي هو بكتيريا after trauma. طيب إذن هي كرونيك ولوكالايزد وسبيوريتيف انفكشن، يعني في بص لو ما تصيب السبكوتينيوس تيشو، وهذه المايسوتوما اما كوزد باي فانجس اور باي بكتيريا اللي نسميها اكتينومايسيتس افتر تروما. النقطه المهمه جدا انها كرونيك وبينلس، تخيلوا هذا المنظر، بينلس ما فيش الم خالص، وبالتالي المايسوتوما في لها 4S، في سوولينج، في سبيوريتيف، في ساينس، وبالتالي بتكون مالتيبل ساينسز وبتطلع سلفر جرانيولز او بتطلع بلاك جرانيولز. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس حقها. اولا في نوعين زي ما قلنا، في اللي هو الايو مايكوتيك، وفي اللي هو طبعا ايو مايكوتيك مايسوتوما وذي كوزد باي فانجل، وفي معنى الاكتينو مايكوتيك مايسوتوما وذي كوزد باي البكتيريا. طيب الان الايو مايكوتيك هي كوزد باي الماديوريلا مايسوتوماتس اللي بتعمل الايو مايكوتيك. بالنسبة للأكتينو مايكوتيك اللي هي بكتيريا النوكورديا برازيليانسيس، الأكتينو ماديورا ماديورا، ستريبتومايسيس سوماليانسيس، دول كلهم بيعملوا الأكتينو مايكوتيك اللي هي ناتج بكتيريا، ناتج الكوزيتيف ايجنت هو بكتيريا. طيب في 3 نوت مهمة جدا في المايسوتوما. أول أمر نوت بين أو نو بين، ما فيش بين. النقطة الثانية not contagious، غير معدية تماما. النقطة الثالثة not self-limiting، ما تشفاش من نفسها خالص، لا بد من علاج. هذه النقاط الثلاث الأساسية أو اللاءات الثلاث في المايسوتوما. طيب كيف تنتقل الانفكشن؟ سهل جدا، soil وفي minor trauma، وهذه نقطة مهمة، وعلى فكرة احنا نسميها ماديورافوت لأنه الإنسان لما يمشي غالبا حافي بيمشي على قدميه، لكن ممكن تجي في الهان، لكن هي طبعا الغالب بتكون في الفوت او في الاقدام نتيجه لانه حصل تروما وهو بيمشي في السويل. طبعا اول ما تدخل الاورجانيزم بيحصل اميون ريسبونس، واكيد النتروفيل هي الصد المناعي الاول والانيت اميونيتي الاول، فبتحدث معركه ويتكون ابسس فورميشن، والابسس ده بعدين يحصل ساينسس ومي اوبن ان ذا سكن، وبالتالي multiple sinuses بتحصل، وممكن يطلع sulfur granule أو يطلع black or white granules. طيب المشكلة فيها في الآتي، إنه إذا ما تعالجتش هذه المايسوتوما حتروح للمصل وممكن تروح للبون وتعمل deformities في البونز، وذلك لابد من عمل MRI عشان نشوف فين وصلت الإصابة، زي ما أنتم شايفين كيف deformities في البون. طيب كيف نعمل compare between الايوميكوتيك والاكتينوميكوتيك مايسوتوما؟ هنا اول امر اللي هو قضية الكوزاتيف ايجنتس، هنا ماديوريلا مايسوتوماتس، وهنا الاكتينو ماديورا ماديوري، ونوكورديا بارازيليانسيس، والستريبتومايسيس سوماليانسيس، دي بالكوز. النقطة الثانية البروجريشن، هنا slowly البروجريشن حقه slowly، لكن في البكتيريا بيكون rapidly. الامر الاخر الكلر اوف جرانيولز، هنا بيكون بلاك تو وايت، بينما هنا يكون يلو اللي هو السيلفر. الامر الاخر كمان هنا المايكروسكوبيك اكزامينيشن بتكون هنا ثيك هايفي اند سبور لانها فانجس، بينما هنا بتكون ثين اللي هي فراجمنتد فيلمنتس. الكلشر هنا بتكون على السبرود اجار وايروبيك ومن 25 ل 30 درجه مئويه، بينما هنا بتنمو على البلاد اجار وايروبيك اند ان ايروبيك ات 37 ديجري سنتيجري. كمان هنا في نقطة مهمة اللي هو الكيموثيرابي، هنا need surgical treatment وممكن antifungal for long period.
هنا الانتي بايوتيك هيكون افكتيف في قضيه الاكتينومايكوتيك. طيب كيف نعمل دايجنوسس؟ تعالوا نشوف السبيسمن. طبعا هنا مهم جدا الايرلي دايجنوسس، مهم جدا لان التريتمنت هنا از فيري امبورتنت. فاول امر العينه اللي ناخذها هي الميوكوباس، يعني ميوكس وباس الميوكوباس. طيب الميوكوباس ده نعملها اكزيمينيشن بالنيكد اي. كيف نعملها اكزيمينيشن بالنيكد اي؟ نروح نمسك الميوكوباس دي ونروح نضيف عليها سلايم. فاذا شفنا لارج بلاك جرانيولز دي فانجس، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الميوكوباس ونحط عليها سلاين، فإذا طلع عملية سمول يلو سيلفر جرانيولز دي بكتيريا، هذه بالنيكد اي. تعالوا نشوف المايكروسكوبك اكزامينيشن. هنا نروح نجيب تو سلايد، نجيب تو سلايدز. الأولى نعمل لها بالكو اتش، الجرانيولز اللي أخذناها نعمل لها كو اتش وحنشوف السبتيتد هايفي. شايفين كيف السبتيتد هايفي؟ ودي معناها دلالة على انها الكوز فانجس. السلايد الثانية دي بنروح نعمل لها جرام ستيم، واذا شفنا جرام بوزيتيف فيلمنتس بكتيريا فدي معناها بكتيريا. طبعا لما تكون بكتيريا، اذا كانت طبعا بكتيريا، فنروح نعملها بأذر ستيم، ونعمل أذر فيلم ونعمل أذر ستيم. الأذر ستين يسموه موديفايد زيل نيلسون ستين، وليش سموه موديفايد؟ لأنه استخدم 1% الـ H2SO4، بينما في الأساس هو المفروض 2%، لكنه لأنه موديفايد فيستخدم 1%. أسيد فاست طلعت أسيد فاست دي نوكورديا، نان أسيد فاست دي معناها ستريبتومايسيس. طيب الكلشر، الكلشر نزرعها على البلد أجار ونزرعها على السبرود أجار. وطبعا ونتابع بالنسبه للكولوني في الكالتشر، او حتى نستخدم عمليه بالمولوكولر ونشوف بالبي سي ار عشان نعمل الدايجنوسيس الكامل لها. المهم جدا انه في حاجه بالايمجنج مهمه جدا في التشخيص. ليش الايمجنج؟ طبعا بالام ار اي عشان نشوف فين وصلت الانفكشن، هل وصلت للعظم ولا ما وصلت للعظم. هذه نقطه مهمه جدا، لابد ان الام ار اي تكون حاضره في الدايجنوسيس. التريتمنت الماديورافوت بالتأكيد إذا كانت الإيومايسيتوما اللي هي ناتجة عن فنجل لابد من سيرجيكال ريموفينج، وكمان نستخدم زايد الأنتي فنجل اللي هو الإتراكونازول دراج. إذا كانت الأكتينومايسيتوما بيستخدم أنتي بايوتكس اللي هما السلفانوميد أو كلوتريموكسيزول، ويعتبروا كمان إفكتيف. كنت معكم في محاضرة المايسوتوما، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.